الله. الوطني يكون من ضمن 915 مشروع اللي تم احصاؤه رانا قريب نكملوا كل هذا العدد قريب نوصلوا له. رانا في 862 مشروع 861 مشروع اللي تم رفع العراقيل عنها، منها 602 اللي دخلوا كلهم في الانتاج، 602 دخلوا في الانتاج، والتي احدثت كل هذه المشاريع احدثت اكثر من 32 الف منصب عمل، هذا مباشر تغليف ماليه ومتابعه تكفل وتكفل من قبل السلطات المحليه، واكثر من هذا فيه متابعه الملف، يعني ما طلقناش، مش كي تعينت كوسيط جمهوريه اني خلاص ملف تخليت عليه، لا عندي خليه اللي راهم يتبعوا ثاني هذه الساعات من حين لاخر يقوموا بزيارات، انما مادام احنا مكلفين هذه المره بهذه المهمه اللي ثاني نحتاجها كذلك محدوده في الزمن، واعاده بعث الاستثمار وخاصه حيث هو مجمد نوعا ما حيث العراقيل، اذا ممكن ورينا نوعا ما بعض من الاهميه دون ان ننسى كل الانشغالات خاصه تاع الناس اللي راهم يعيشوا في ظروف صعبه.